بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. الآن راح نبدأ بالمحاضرة الثامنة، وقفنا عند هذا الجزء اللي هي المتغيرات الرمزية في الماتلاب. يعني ابتداء من هذا الجزء راح نبلش نشتغل ماثماتيكس أو رياضيات بشكل أوسع من قبل. زي ما بتعرف إنه الاقترانات في الرياضيات، أي اقتران سواء في متغير أو عفوا في أكثر، بقدر احكي عن تكاملاتها، تحكي عن مشتقاتها العادية او الجزئية، التعويض فيها، رسمها، حساب نهاياتها وغيرها. هاي الاشياء نقدر نعملها في الماتلاب بعد ما نتعرف على المتغيرات الرمزية. الان بقدر اتعامل في الماتلاب مع المتغيرات على شكل رموز symbols، وبالتالي بقدر اعرف الاقترانات، وبقدر اعمل العديد من العمليات الحسابية مثل تحليل العوامل، حساب الصميشن او المجاميع، كيف اعرف اقتران، كيف احسب نهايته، اشتقه، اكامله، ارسمه، احل معادلات تفاضلية وغيرها. في البداية لازم نعرف في الماتلاب المتغير انه رمز، وبعرف المتغير في الماتلاب انه رمز من خلال الامر اس واي ام اس اللي هي سيمبلز، اختصار لسيمبلز اس واي ام اس اكس. هاي تعني انه الرمز اكس اصبح متغير او variable في الماتلاب، وبالتالي بقدر اعرف معادلات او اقترانات بدلالته. الان بقدر كمان اعرف اكثر من متغير في نفس الجملة. انا بقدر كل متغير اكتب له جملة منفصلة، اس واي ام اس اكس، اس واي ام اس واي، اس واي ام اس زد، او بقدر ادمجهم كلهم في جملة واحدة من خلال كتابتهم كلهم بعد الامر اس واي ام اس، واللي بيناتهم فراغات، مش فواصل، فراغ لازم يكون بيناتهم. لان قبل ما نبلش نعرف اقترانات وباستخدام هاي الرموز، لازم اكون عارف مجموعة من الاوامر اللي بحتاجها في عمليات تبسيط الاقترانات او المقادير الجبرية، عملية تحليل الاقترانات، تجميع الحدود، وكذلك عرض المقادير على الشاشة بحيث يكون قراءتها سهلة. في عندي مجموعة أوامر راح نحكي عنهم الآن أو أشرحهم وناخذ أمثلة عليهم. الأمر الأول اللي هو simplify، طبعا بدك تنتبه للسبيلينج تبع الكلمة simplify، بين قوسين اسم متغير رمزي. هذا الأمر ببسط المقدار الأس إلى أبسط صورة، وهي الأس ممكن يكون عبارة عن جملة حسابية أو تعبير رمزي. كذلك الأمر سيمبل نفس الغاية بيشتغل، ببسط المقدار هذا إلى أبسط صورة، لكن الأمر سيمبل راح نشوف أقوى، خلينا نقول، أو أفضل من السيمبليفاي. السيمبل فعليا بجرب عدة خطوات. مثلا يعني أنت بتعرف إذا أخذت مثلا اللين لمقدار ورجعت الناتج اخذت له الاكسبوننشال، يعني كانك ما عملتش اشي لانه عباره عن تركيب الاقتران مع الانفرس له. ففعليا الماتلاب بيجرب اشياء من هذا القبيل، يعني باخذ اللين للمقدار وبستخدم خصائص اللين، وبعدين برجع باخذ للناتج اللي بيطلع معه الاكسبوننشال، فممكن يتبسط معه بطريقه افضل او اقوى، خلني اسميها، او ابسط اكثر من الامر سمبليفاي. ممكن ياخذ الساين للمقدار وبعدها يرجع ياخذ ساين انفرس وهكذا. راح تشوف انه الامر السمبليفاي فقط بحاول يبسط المقدار وبيعرض لك الناتج، لكن الامر سمبل راح نشوف انه راح شاشة التنفيذ راح تتعبى بمجموعة محاولات، خلني اسميها، للماتلاب انه يبسط المقدار الى ابسط صورة. الامر التالي اللي هو الفاكتور، فاكتور من اسمه اللي هو تحليل، فبيحلل المقدار اللي بين قوسين الى عوامله الأولية، وهذا المقدار ممكن يكون عبارة عن جملة أو رقم حسابي أو رموز. الإكسباند لأس تقريبا عملية عكسية اللي هي عبارة عن عملية فك الأقواس في المقدار اللي عندنا هون، وأهميته راح تكون أكثر في كثيرات الحدود أو الاقترانات المثلثية أو الاقترانات الأسية. الأمر اللي بعديه اللي هو كلك تجميع، بجمع اكسبريشن معين او تعبير معين او مقدار معين بالنسبه للمتغير هذا. يعني مثلا لو كانت عندي جمله فيها متغيرين اكس وواي،
ونفس المقدار بحكي له مرة جمع لي اياه بالنسبة لإكس ومرة جمع لي اياه بالنسبة لواي. الماتلاب فعليا بصير يدور وين الحد الثابت بالنسبة، مثلا فرضنا انه بدي اجمعه بالنسبة لواي، وقديش الحد الثابت اللي يخلو من واي، ايش اللي مع واي، ايش اللي مع واي تربيع، ايش اللي مع واي تكعيب، وهكذا بصير يجمع الحدود اللي عندنا. هو زي ما حكيت لك بتكون واضحة هي في كثيرات الحدود اكثر من غيرها. الامر او الجملة التالية اللي هي دبل. دبل هذا مر معنا سابقا من انواع المتغيرات اللي عندنا، وحكينا انه هذا التسمية راح تكون مرتبطة بالاعداد الحقيقية. احنا كمان شوي راح نصير نتعامل مع رموز او سيمبلز، فمثلا في عملية التكاملات او الاشتقاق والتعويض ممكن يطلع الناتج عبارة عن عدد رمزي على شكل رموز. يعني راح مثلا يمر معنا اشي اسمه 2 قوة نص. سابقا الماتلاب كان يطلع لك اياها 2 قوة نص كعدد حقيقي جذر الاثنين، او يطلع معنا اي قوة 2، برضو اي قوة 2 سابقا قبل الرموز كان يحسبه. لأن لو طلع معك ناتج رمزي بإمكانك تحوله إلى عدد حقيقي اللي هي دبل بريسيجن من خلال هذا الأمر، دبل وبين قوسين الناتج الرمزي الأعداد. طبعا هذا الأمر يستخدم مع الأعداد مش مع رموز، ناتج عددي رمزي بحوله إلى قيمة حقيقية. والأمر الأخير اللي كثير راح نستخدمه هو الأمر بريتي. بريتي اللي هي جميل، فعملية تجميل أو عرض الناتج اللي عندنا هون بطريقة أسهل وأسرع للقراءة. في هذا الجزء الناتج ممكن يكون يحوي لك على أقواس، عمليات ضرب وإشارة الأس وهكذا. بالأمر بريتي بيختزل كثير من هاي الأمور وبيعرض لك الناتج تقريبا زي ما بنشوفه على الورق أو الطباعة. خلينا نستعرض مجموعة أمثلة عندنا هون. مثلا عندي الامر التالي اس واي ام اس اكس، وحكيت له سمبليفاي لساين تربيع اكس زائد كوساين تربيع. احنا نعرف في الرياضيات انه ساين تربيع اكس زائد كوساين تربيع اكس يساوي 1، لكن الماتلاب ما بيبسط لحاله. يعني لو كتبت له ساين تربيع اكس زائد كوساين تربيع اكس بعد ما عرف الاكس كسيمبل راح ينزلها زي ما هي بدون تبسيط، الا اذا انا حكيت له بسط لي هذا المقدار. خلينا نبلش نجرب. خذها قاعدة انه الماتلاب ما ببسط لحاله الا الاشياء البسيطة والاساسية. فخلينا نبدأ مثلا، لو حكينا نعرف الان المتغير اس واي ام اس اكس، وخليني اسميه مثلا اف تساوي ساين اكس تربيع. طبعا من الاخطاء اللي احيانا بيقع فيها الطالب بكتب ساين بعدين اس 2 بعدين اكس، خطأ. لازم تكتب بهاي الشكل او بين قوسين اس 2 زائد كوساين اكس الكل تربيع. ضغطت له انتر، لاحظ نزل الاف زي ما هي، ساين تربيع اكس زائد كوساين تربيع اكس، ما بسطها. لكن لو حكيت له سمبليفاي هذا المقدار اللي انا سميته اف راح يبسط لك اياه ويعطيك 1. هيك امور السمبليفاي بيشتغلها، اشياء بسيطة اساسية. مثلا نجرب لك السمبل الان. سمبل راح تلاحظ انه الشاشة راح تتعبى خطوات، لاحظ شايف الماتلاب قاعد يجرب اشياء حتى يحاول يبسط هذا المقدار واعطاك الناتج النهائي. فعملية التجريب اللي عملها بالامر سمبل بتكون تظهر على الشاشة مباشرة، بينما الامر سمبليفاي اشياء اساسية وما بظهر لك شو اللي عمله. طبعا في النهاية هاي الخطوات مش كثير بتهمني اني اعرف كيف بسط الماتلاب او شو الخطوات اللي عملها حتى يبسط هذا المقدار او اي مقدار اخر، بيهمني فقط الاجابة النهائية اللي طلعت معه. مثلا هون بحكي لي اعمل اكسباند لاكس زائد 1 الكل تكعيب، يعني فك الاقواس اكس زائد 1 الكل تكعيب. فا اس واي ام اس مش بالضرورة طبعا كل مرة اعرف المتغير اكس لانه عرفته سابقا، الا اذا طفيت الماتلاب او لغيت تعريف الاكس كفاريبل. لاحظ لما نعرف اكس كفاريبل واكتب له اكس بينزل لي اياها اكس، اكس تساوي اكس عبارة عن رمز او سيمبل. اكسباند اكس زائد 1 اس 3.
هاي العنصر اللي هي فك الاكس زائد واحد كل تكعيب. اللي بدي احكي لك هي لاحظ اشارة الاس وش عمليات الضرب ظاهرة عندك هون في الناتج. لان لو اعطيت بريتي لهذا الناتج اللي هو اسمه انسر حاليا لان ما اعطيتهوش تسمية، لاحظ الفرق بين قراءتي لهاي الجملة وبين قراءتي للناتج هذا. هذا اوضح بكثير القراءة، تقريبا زي اللي بنشوفه على الورق. هاي اكس تكعيب زائد 3 اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 1، اكيد اسهل قراءتها من هذا المقدار لانه بدي اصير ادور وين الاسس وين عمليات الضرب وهكذا. وراح اشوف اهمية البريتي في النواتج اللي بتطلع في الاقترانات في عمليات الاشتقاق او التكاملات غير المحدودة. برضه هم نعمل اكسباند لساين اكس زائد واي، ساين مجموع زاويتين، جربوها راح يطلع معاكم هذا الناتج، ساين الاول كوساين الثاني زائد كوساين الاول ساين الثاني. برضه اكسباند ل اي قوة اكس زائد واي، اكسبوننشال ل اكس زائد واي، هاي اللي هي اي قوة اكس ضرب اي قوة واي. الامر كوليكت مثلا عندي هذا الاكسبريشن او غيره. الان ممكن نجرب مثال اخر، هذا بدلالة اكس واي، فبالتالي انا عرفت هون المتغيرين اكس وواي وحكيت له جمع لي حدود هذا المتغير او سوري هذا المقدار بالنسبه ل اكس، اعطاني هذا الناتج. لاحظ جمع لي اللي مع اكس تربيع ايش هو، اللي مع اكس ايش هو، الحد الثابت وهكذا. خلينا نجرب مثال اخر، سي ال سي اس واي ام اس، انا معرف اكس فممكن بس اكتفي بتعريف واي او هي الثنتين. مثلا اسمي اف تساوي اكس اس 3 ضرب واي اس 2 ناقص 3 في اكس تربيع في واي زائد 4 في اكس في واي تربيع ناقص اكس ضرب واي 5 ضرب واي. اي مثال يا جماعة، هذا الاكسبريشن بدلالة اكس واي، و هاي بدك نشوفه، هاي بريتي لا اف، هذا الناتج اللي او الاقتران اللي كتبته بهاي الصورة. مثلا لو حكيت له كوليكت اف بالنسبة لاكس، جمع لي اف بالنسبة لاكس، فراح يعرض لي هذا الناتج. خلينا نشوف البريتي تبعه، بريتي للانسر، هاي عملية تجميع، هذا اللي مع اكس تكعيب، هذا اللي مع اكس تربيع، هذا المقدار اللي مع اكس، وهذا الحد الثابت بالنسبة لاكس. نفس المقدار لو جربت اعمل كوليكت ل اف بالنسبة لواي الان، وبرضه نعرض الناتج بشكل، هاي جمع لك اللي مع واي تربيع، جمع لك اللي مع واي، وهذا الحد الثابت. هاي من استخدامات الكوليكت تجميع. هذا نفس المثال السابق بس مرة هون جمعته بالنسبة لاكس وهون جمعته بالنسبة لواي، او المثال اللي حليناه قبل شوي. كمان الكوليكت بقدر استخدمه في تجميع مقدار بالنسبة لحد كامل. مثلا هذا الاقتران اف تساوي ناقص ربع في اكس في اي قوة ناقص 2 اكس زائد 3 على 16 اي قوة ناقص 2 اكس، وحكيت له جمع لي اياه بالنسبة لاي قوة ناقص 2 اكس، فكأنه طلع اي قوة ناقص 2 اكس على المشترك وهذا المقدار اللي معه. مثلا لو بدي ارجع هون واجرب كوليكت اف بالنسبة ل اكس ضرب واي، شوف ايش الناتج اللي طلع معاي. ما فيش عنده حد هون اكس ضرب واي او يقدر يجمع لك اياهم اكس ضرب واي. طيب لو بدي اجمع مثلا بالنسبة ل اكس تربيع، ما بعرف اذا الناتج راح يزبط. هاي الناتج بريتي للانسر، هاي الحدود اللي بالنسبة لإكس تربيع، هو أصلا من ضمن الحدود اللي عندنا. الآن هذا الإكسرسايز أو الإكزامبل راح أترك لك إياه، بحكي لك جرب الأوامر السابقة حتى تحصل على هاي الريزلت، وعبي إيش الكوماند اللي أو الكوماندز اللي زبطوا معك. مثلا كوساين تربيع زائد ساين تربيع، شفنا السيمبل سيمبليفاي والسيمبل أعطاك الناتج أو الريزلت واحد. جربوا هاي الاربع اوامر الاساسيه اللي هم سمبليفاي سمبل فاكتور اكسباند، هذول الاربع اوامر الاساسيه جربوهم على المقادير هاي كامله،
وشوف ايش الامر اللي بعطيك هذا الناتج بالذات. يعني ما راح تشوف انه بعض احد هاي الاسئله انه السمبليفاي ما بوصل لك اياها لهاي الصوره، بينما الامر سمبل او الامر كولكت او الامر اكسباند بعطيك هذا الناتج. فمجرد تجربه الاولى الاربع اوامر الاساسيه على هاي المقادير. بدي اعلق تعليق على اخر مثال. في بعض الاحيان راح نحتاج انه نحدد انه الاكس والواي تكون بوزيتيف لما نتعامل مع اقترانات زي اللين لوج اكس اللي هو لين اكس. فبوزيتيف، كلمة بوزيتيف ممكن اجيبها بعد اسماء المتغيرات حتى ابين للماتلاب انه هاي المقادير هي بوزيتيف. الفيرجن اللي معانا مش بالضرورة هذا الشيء، يمكن الفيرجنز اللي احدث منه احيانا خلينا نقول بيعترض على انه الاكس لازم تكون بوزيتيف لما تتعامل مع اقترانات زي اللين او الاقترانات الجذور الزوجية وهكذا. في الفيرجن 7 اللي معانا ما هاي القضية مش موجودة، بس اللي بيستخدم فيرجن احدث ممكن يجرب هذا المقدار بدون ما يعرف البوزيتيف هاي، ويجربها مع البوزيتيف ويشوف ايش الفرق، هل اعترض الماتلاب معه عليه ولا لا. هذا الاكزامبل اللي عندنا هون وات از ذا ريزلت، ايش ناتج الاوامر التالية؟ يعني بدكم تعملوا كوبي بيست، يعني هذه الاوامر اللي هون تماما بدكم تنسخوها على الماتلاب. ف راح احل اجزاء مثلا او جزء منها. مثلا خلينا نشوف هذا المثال. نعرف هنا ثلاث متغيرات x y و z، وناخذ الساين لحصل جمعهم ونعمل expand لهذا الاكسبريشن. ف s y m s x فراغ y فراغ z، لا تحط فواصل لأنه راح يعترض الماتلاب عليها. s تساوي ساين ال x زائد y زائد z، هذا الاقتران اللي عندنا، ونعمل expand لهذا الاكسبريشن. راح يفك لك ساين مجموع ثلاث زوايا، وتقدر تعمل بريتي للانسر اذا بدك تقراهم. هاي ساين اكس ضرب كوساين واي ضرب كوساين زد ناقص ساين اكس ضرب ساين واي ضرب ساين زد وهكذا، زائد لاحظ بعرض لك اياه بدون اشارات الضرب ولا الاسس، فبالتالي قراءتها بتكون اسهل. هنا عملية تحليل، هنا عملية تجميع حدود بالنسبة للمتغير x، بدنا نعمل expand اللي هي فك أقواس. هاي مثلا هاي تكعيبي تربيعي مضروب في خطي في مضروب في تربيعي، بفك لك الأقواس الماتلاب وبجمع الحدود مباشرة في الأمر expand، فمريح في عملية فك الأقواس خاصة مع كثيرات الحدود. عملية تبسيط مجموعة اقترانات مثلثية ضمن المتطابقات الأساسية. نشوف الفاكتور اكس قوة 4 ناقص 1 على واي تكعيب ناقص 1، او قبل هذا مثلا فاكتور الرقم بهذا الشكل، راح يعطيك متجه مكون من تحليل هذا الرقم الى عوامله الاولية. يعني هذا الرقم يساوي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 11 ضرب 19. فعملية الفاكتور تحليل الرقم لعوامله الاولية. كمان لو ناخذ هذا المثال اللي معانا اللي هي فيها اكس واي، يعني زي ما انت شايف انا في كل مرة برجع بعرف اكس واي على اساس انه اعتبره سؤال منفصل، او الان فتحت الماتلاب فبده فاكتور للاكسبريشن اللي عندنا اللي هو اكس قوة 4 ناقص 1 مقسوم على واي اس 3 ناقص 1، هذا القوس للمقام وهذا القوس للفاكتور كاملة. اعطاني هذا التحليل، ولاحظ في عندي عمليات ضرب هون وفي أسس وفي قسمة وفي قسمة، فيمكن مش كثير واضحية لقراءتها، لكن لو جربت تعمل بريتي للأنسر شوف الفرق في القراءة بين هذا الإكسبريشن وبين هذا الناتج. أعطاك إياه تقريبا زي اللي بنشوفه على الورق، إكس ناقص واحد في إكس زائد واحد في إكس تربيع زائد واحد على واي ناقص واحد في واي تربيع زائد واي زائد واحد، تحليل هذا المقدار
وتسهيل القراءة باستخدام الأمر بريتي. فأمثلة مباشرة تماما، مجرد تطبيق مباشر يا جماعة على الماتلاب. من الأفكار اللي ممكن نحتاجها أو في استخدامات السيمبلز، find the roots، أوجد جذور البولينوميال التالي واكتب الأوامر. عندك كثير حدود من الدرجة السادسة، فعملية تحليله يدويا مش كثير سهلة أكيد، وخاصة إني بدي أخذ قواسم الحد الثابت، قواسم 1400 عددها هائل جدا زائد وناقص. ف شغل هذا السؤال يدويا أكيد إنه مش سهل. ببساطة عملية إيجاد جذوره بدي أحاول أحلله العوامل الأولية. لما أحلله العوامل الأولية بصير عملية إيجاد جذوره قراءة مباشرة. فخليني أعرف المتغير إكس اللي عندي في المسألة هاي، والبولينوميال أسميه بي. طبعا من الأخطاء اللي كان يقع فيها الطلاب إنه يسموه هيك بي أوف إكس، يسميه تساوي ويكتب الناتج. هذا خطأ. لو جربت لك اياها، بي اوف اكس يساوي اكس مثلا، اعطاك في ايرور. حدا بيعرف ليش هذا الجملة خاطئة؟ طبعا هون الخطأ انه في انكمبليت، حطيت يساوي ما كتبتش شيء بعدها. انا هون بسألك، هاي شو الخطأ في هاي الجملة؟ فكروا فيها. بي تساوي، بدي اكتب الان الصيغة اللي عندي، اكس قوة 6 ناقص 6.5 ضرب اكس قوة 5 ناقص 58 في اكس قوة 4. يعني بدك تكون حريص شوي في نقل السؤال، لانه اي خطأ ممكن يعطيك اجابات، اي خطأ في النقل بيعطيك اجابات خاطئة. وفي الغالب بكون حاسب هذا المقدار بحيث تطلع عملية التحليل سهلة. هذا الاقتران اللي عندي، ومش غلط اعمل له بريتي بحيث اقدر اقراه بسهوله واقارنه مع اللي موجود عندي في ورقه الاسئله او في الدوسيه. اوكي، الان بحكي له فاكتور حلل لي هذا البي، راح يعطيك هذا التحليل. وبرضه بدي اكتب له بريتي للانسر على اساس اني اقراه. هيا، نص مضروب في اكس ناقص 2 في اكس ناقص 4 في 2 اكس زائد 7 في اكس ناقص 10 اكس زائد 5 مضروب في اكس زائد 1. طبعا انا من خلال التحليل هذا بقدر استنتج ايش هم الجذور. فالجذور اللي هي الاثنين والاربعة وناقص 7 على 2 موجب 10 ناقص 5 ناقص 1. هاي جذور كثير الحدود اللي عندنا، وزي ما هو متوقع هم 6 جذور. الفكرة التالية اللي هي عملية عكسية. لاحظ هون أعطاك كثير حدود وبحكي لك طلع لي الجذور. هون العملية العكسية معطيك الجذور وبحكي لك ايش هو كثير الحدود اللي هاي جذور. الفكرة اللي هي متوقعة تكون عملية عكسية. العملية العكسية للفاكتور للتحليل هي الاكسباند، لأن كون الناقص 2 هو جذر معناته اكس زائد ناقص الناقص 2، يعني اكس زائد 2 هو أحد العوامل. كذلك اكس زائد نص عامل، اكس ناقص 2 عامل من العوامل، وإكس ناقص 4.5 عامل من العوامل. لأن هاي الأقواس كلها راح أكتبها وبيناتهم إشارة ضرب، وأحكي له فك لي الأقواس اللي هي إكسبان. فهاي أس واي أم أس إكس، برضو بدي أسميه بي تساوي القوس الأول اللي هو إكس ناقص الناقص 2 يعني إكس زائد 2 ضرب إكس ناقص الناقص نص يعني زائد نص ضرب اكس ناقص 2 ضرب اكس ناقص 4.5. طبعا الماتلاب راح ينزل الاقواس زي ما هي، لان مش حاكي له يعمل فيها اشي. لكن لو قلت له اكسباند لهذا البي اللي سميناه راح يفك لك اياه الى كثير حدود. وهي بريتي للانسر، كثير حدود اللي مطلوب في هذه المسألة هو اكس قوة 4 ناقص 4 اكس تكعيب ناقص 25 على 4، وهي بتقدر تحسبها 10 قديش هي 6 وربع، اكس تربيع زائد 16 اكس زائد 9 هو كثير الحدود اللي هاي جذر. الاكسرسايز التالي عفوا معطيني اس 1 واس 2
two expressions بهذا الشكل، وبحكي لي استخدم السيمبوليك اوبريشنز اللي هي سيمبل، سيمبليفاي، الفاكتور، الكوليكت، اي الاربع او الخمس اوامر الاساسيه اللي عندنا حتى توصل للسيمبلست فورم، لابسط صوره. بده حاصل الضرب، حاصل القسمه، وحاصل الجمع. فخلينا بالبدايه نكتب هذول التو اكسبريشنز في الماتلاب. اس واي ام اس على اعتبار انه سؤال جديد، اذا بدي اعيد تعريف المتغير اكس، هيدا سمي اس 1 تساوي الاكسبريشن الاول اكس مضروب في، انا بقرا من الورقه انت موجوده عندك الدوسيه، زائد 6 ضرب اكس زائد 12 الكل زائد 8، اس 2 تساوي اكس ناقص 3 تربيع زائد 10 ضرب اكس ناقص 5. هاي اس 1 وهاي اس 2. المطلوب الاول هو خلني اسميها جواب 1 تساوي اس 1 ضرب اس 2. لاحظ ما عمل ايش الماتلاب، مجرد كتب اس 1 ضرب اس 2 لانه مش حكي له يعمل ايش. زي ما حكيت لك ماتلاب ما ببسط لحاله الا اذا كانت عملية تجميع حدود مباشرة تقريبا. لا بدي اجرب على هذا المقدار اللي سميته جواب واحد، بدي اجرب السيمبل، سيمبليفاي، الفاكتور، كل الامور هاي. فنبدا ب سيمبليفاي، سيمبليفاي سبيلينج مهم حكيناها، اوكي ليش نكتبها سيمبليفاي، اه هي سيمبليفاي للمقدار اللي اسمه جواب واحد. ما عمل اشي كثير الماتلاب في الامر سيمبليفاي. فك الاقواس اللي هون، هيهم ضرب فك الاقواس اللي هون فقط، هذا اللي عمله. بينما نشوف مثلا سيمبل شو ممكن يعمل للجواب واحد، طبعا راح الان يقعد يجرب، اي يجرب لاحظ اعطاني اشي افضل بكثير من الناتج السابق في الامر سيمبل، هون افضل من السيمبليفاي. ممكن نجرب الاكسباند، اكسباند لجواب واحد، اكسباند فك الاقواس لكثير حدود من الدرجة الخامسة، بس مش في ابسط صورة، هاي ابسط صورة. فالامر سيمبل كان هو افضل خيار من الخيارات اللي عندنا من الاوامر لهذا المقدار. الاكسبرشن الثاني بده حاصل القسمة، فبرضو لو سميته جواب 2 يساوي اس 1 تقسيم اس 2 زي ما حكيت لك ما بيعمل اشي، هي البسط تقسيم المقام. الان جربوا لجواب 2، جرب السيمبل، جرب السيمبليفاي، جرب الاكسباند، وشوف شو ابسط صورة ممكن تختزل هاي القيمة. كذلك الجملة الاخيرة اللي هي اس 1 زائد اس 2 كمان جربوا الاوامر السابقة وراح تطلع معاكم مقادير كثير بسيطة بالامر سمبل. من التطبيقات اللي ممكن نبلش فيها حاليا اللي هي الصميشن او السيريز او المجاميع، مجموعة المتصلات المحدودة او اللانهائية كان في لها قواعد للكونفيرجنس في الكالكولاس 2 او لطرق حساب بعضها زي الجيومتريك سيريز او غيرها. ما بهمنيش اني اتذكر كل هاي الامور. الماتلاب بيقدر يعطيني المجاميع كل اللي مروا معاي، وحتى بيقدر يطلع لي مجاميع ما كنتش اقدر احسبها بالطرق اللي اخذناها في كالكولاس 2. في كثير اوامر لايجاد المجاميع، ابسط امر اللي هو هذا اس واي ام اس يو ام، اختصار لسيمبوليك سميشن، اس واي ام اس يو ام. قوس المدخل الاولى هي الصيغه، الصيغه اللي هي جوا المجموع هاي، فاصلة اسم العداد اللي بياخذ المجموع بالنسبة له، فاصلة بداية العداد، فاصلة نهاية العداد. فتكوينات هاي الأمر اس واي ام اس اس واي ام صم، افتح قوس، الصيغة، فاصلة اسم العداد، فاصلة بداية العداد، فاصلة نهاية العداد. فمثلا نشوف الأمثلة التالية، بده نوجد المجموع من كي تساوي 1 إلى ان للكي، فالصيغة هي كي، اسم العداد كي، بدايته 1 نهايته ان. لاحظوا المسألة هاي فيها رمزين كي وان، فبدأ ب اس واي ام اس كي فراغ ان، بعدين اعطى الجملة اس واي ام
SUM الصيغة اللي هي كي فاصلة اسم العداد كي فاصلة بداية العداد واحد فاصلة نهاية العداد ان. أعطاني هذا الناتج اللي لما عملت له بريتي أعطاني هذا المقدار ان في ان زائد واحد على اثنين اللي هي مجموع هاي السيريز اللي بنعرفها. كمان السيريز من واحد إلى ان لكي تربيع بنفس الأسلوب، عرفت الكي والان وهاي الجملة، لأن الصيغة صار اسمها كي تربيع، العداد اسمه كي بدايته واحد نهايته ان. أعطاني هذا الاكسبريشن، والبريتي أعطاني إياه بطريقة أسهل قراءتها من هاي الشكل. كي تربيع زي هاي بس المجموع من واحد إلى عشرة، فلاحظ بس التغيير عندك هون اللي هو بدل الان هاي عشرة أعطاك المجموع تبعها كرقم. اكس قوة كي على مضروب الكي من كي تساوي صفر لما لا نهاية، احنا بنعرف انه هذا عبارة عن الاكسبوننشال اي قوة اكس، لكن كيف بحسبه في الماتلاب؟ لان الكي فاكتوريال اخذنا امر اللي هو فاكتوريال، لكن في التعامل مع الرموز هون اتعامل مع الرموز على شكل نصوص، يعني اللي هي هاي زي اللي اخذناها، لان عرفت الاكس والكي المتغيرات الموجودة في السؤال اللي عندي هون اكس وكي. اس واي ام صم الصيغة اللي هي اكس قوة كي على الكي فاكتوريال، هيك نكتبه كنص بين فاصلتين عليتين اللي هي حرف الطاء وكي، وشرط المضروب، وشرط المضروب اللي هي على رقم واحد عندك، شفت مع واحد بعطيك شرط المضروب. دائما راح نصير نكتب المضاريب او المضروب باستخدام النص بهذا الشكل. اسم العداد كي بدايته صفر ونهايته انفينيتي الاي ان اف، اعطاني اكسبوننشال. راح نيجي لامثله شبيهة فيها هاي. مجموع واحد على أربعة قوة كي من صفر إلى ما لا نهاية، هي جيومتريك سيريز، وبالتالي بتقدر تحسبها يدويا أو على القاعدة أو الماتلاب بحسب لك هي. الرموز الموجودة فيها المسألة هي فقط كي. اس واي ام صم ربع واحد على أربعة بين قوسين أو 0.25% اس كي، اسم العداد كي بدايته صفر ونهايته انفينيتي، الجواب 4 على 3. هاي السيريز ناقص واحد قوة كي عفوا اكس قوة 2 كي على 2 كي فاكتوريال من صفر الى ما لا نهاية. الرموز في هاي المسألة هي الكي والاكس، فبديت في تعريف اكس وكي كرموز. لما بدك تكتب امر الساميشن طبعا بامكانك تجزئ مسألتك، يعني تكتب هذا اكسبريشن تسميه اس لحال مثلا او دبليو، وبعدين تحكي له اوجد مجموع دبليو بعد ما تكون كاتبه مسبقا. انا هون كتبتهم في جملة واحدة اس واي ام صم، لاحظ بالترتيب ناقص واحد قوة كي، هي ناقص واحد قوة كي ضرب اكس قوة 2 كي، طبعا بدك تنتبه 2 كي بين قوسين لانها اس، لو بدون الاقواس بعتبرها اكس تربيع والناتج بضربه في كي، فرجاء انتبه للاولويات في هاي المقادير. مقسوم على، لان بدي اكتب مضروب الاثنين كي، كتبت 2 ضرب كي بين قوسين الكل فاكتوريال، يعني الفاكتوريال برا القوس هذا، وعلى شكل نص في المقام بالنسبة لكي من صفر إلى ما لا نهاية، أعطاني هو كوساين إكس. أيضا هذا بنفس الأسلوب تماما، ناقص واحد قوة كي 5 قوة 2 كي زائد واحد على 2 كي زائد واحد فاكتوريال، هاي لها علاقة بالساين زي ما راح نشوف الآن، فهي ناقص واحد قوة كي ضرب 5 أس 2 كي زائد واحد بين قوسين كونها أس، مقسوم على هذا الفاكتوريال، لاحظ 2 ضرب كي زائد واحد بين قوسين فاكتوريال وكنص، هذول القوسين هذا القوس وهذا القوس مش ضروريات خارجيات، هذول الا اذا كان في مقدار جمع او طرح في المقام كاملة بنجبر نحطه بين قوسين. من كي او العداد اسمه كي وبدايته صفر ونهايته انفينيتي، اعطاني ساين الخمسة. الآن في عندنا مجموعة اكسرسايزز هون، مش راح احلها كلها، يعني راح اختار جزء منها نحلها مع بعض، والبقية رجاء حاولوا فيهم، يعني هذول حوالي 8 اسئلة. خلينا مثلا ارجع لرقم واحد، جذر 12 مضروب في هاي السيريز، فبدي اوجد هاي السيريز واضربها في جذر ال 12، يمكن جذر ال 12 حتى يطلع معاي رقم مقروء او سهل. سي ال سي اس واي ام اس المتغيرات في هاي المسألة، انا شفتها على الصفحة
متغيرات في هاي المسألة هي فقط كي، هاي اس واي ام اس كي. خليني مثلا اجزئ مسألتي، اسميها مثلا كيو تساوي، يكتب الصيغة، الصيغة اللي عندي اللي هي ناقص 3 اس ناقص كي بين قوسين، الإشارة السالبة تنضرب في الكي، مش اس ناقص 1 بعدين كي، وحيعطيك فيها خطأ. مقسوم هذا المقدار الأولوية للأس، ما فيش خوف من القسمة، لأن المقام عندي 2 ضرب كي زائد 1، فبالتالي لازم أحطه بين قوسين عشان أعطي الأولوية إنه هذا هو مقام بالكامل، فبين قوسين هذا كيو. الآن بدي أحكي له جواب 1 تساوي اس واي ام صم، المقدار اللي بدي أجمعه هو كيو هون، إما في هذا الكيو بتكون تكتبه هون مباشرة، أو زي ما عملت أنا الصيغة كتبتها أعطيتها تسمية، وهون بدي أحكي له جمع لي هذا الكيو بالنسبة للعداد اللي اسمه كي، وبدايته اللي هي صفر ونهايته اللي هي اي ان اف، وهذا الناتج كله خلينا بالمرة نضربه ضرب جذر ال 12 اللي هي اس كيو ار تي سكوير روت ل 12، أعطاني هذا المقدار. لاحظ انه هذا المقدار مش مقروء بالنسبة لي، وحتى في كومبلكس بارت هنا اي، لكن لو اعطيت للماتلاب سيمبل لهذا الناتج اللي هو جواب 1 سميته، اعطاني هاي الناتج النهائي اللي هو باي. فالسؤال الاول مجموع هاي السيريز تساوي باي. فدائما في المجاميع وفي التكاملات في الاشتقاقات خلي اوامر اللي مرت معانا الان اللي هي سيمبل سيمبليفاي البريتي الدبل في التعامل مع الاعداد الرمزية كلها في ذهنك. اروح لهذا الناتج بدي احسبه، كمان لو رجعت لهي المسألة راح الاقي فقط كي هو المتغير الوحيد اللي عندي هون. خليني بدل ما اكتب المقدار كله مرة واحدة بدي اجزئه لجزئين، مثلا بدي اسمي ايه تساوي، بدي اكتب البسط لحال، فهي ناقص 1 اس كي مضروب في باي اللي هي بي اي اس بين قوسين 1 ناقص 2 ضرب كي. خليني ارجع لك للمسألة، هيها ناقص 1 قوة كي في باي قوة 1 ناقص 2 كي. إذا بديش أشوف الناتج ينفذه، هي فاصلة منقوصة لأنه نفذه بدون ما تفرجيني إياه. بي بدي أكتب الآن المقام اللي هو 2 أس 2 كي، إذا لازم أحط ال 2 ضرب كي بين قوسين مضروب في مضروب ال 2 كي، هاي شوفها مضروب ال 2 كي زي ما حكينا. أفضل طريقة اللي هي نص الآن 2 ضرب كي، وهي شفت مع 1 بعطيني إشارة الفاكتوريال، وهي سكر النص راح أغير لونه، وهي سكر القوس اللي فتحته هون ولو إنه مش أساسي، هي فاصلة منقوطة لأن جهزت البسط جهزت المقام. بدي أحكي له جواب 2 يساوي اس واي ام صم للبسط سميته A على المقام B، فاصلة اسم العداد K، فاصلة بداية العداد صفر، فاصلة نهاية العداد انفينيتي، وهي انتر. هاي الإجابة النهائية باي في كوساين 1 على 2 على باي، يعني هي نص أو 1 على 2 باي في المقام، بس برضو هاي البريتي بريتي لجواب 2، هيها باي مضروبة في كوساين نص في 1 على باي، يعني 1 على 2 باي في المقام هون جوا الكوساين. لاحظ انه هذا الناتج ناتج عددي لكنه على شكل رموز، فلو بدي اعرف قديش قيمة هذا المقدار اللي هي بالامر دبل دبل، حكينا انه بدك تحول اشي ناتج رمزي عددي الى ريال نمبر او ديسيمال بوينت، فدبل جواب 2 راح يحول لك اياه الى عدد 10. هاي قيمة هذا المقدار كريال نمبر 3.101
ناين اللي هي قيمة هاي السيريز أو المجموعة. هاي هي علاقة بالإكسبوننشال، إي قوة ناقص 2 إكس، كثير تأكدوا منها. هاي جيومتريك سيريز، هاي لها علاقة بالساين كونها 2 كي زائد 1 فاكتوريال، لها علاقة بالساين، جرب اكتبوها وبرضه جزئها، البسط لحال المقام لحال وخذ المجموع. هون في عندك رمز اكس ورمز كي، هاي لها علاقة باللوغاريتم اتوقع. خلينا نجرب رقم 7. رقم 7 في عندي اكس وواي وان رموز، ف سي ال سي اس واي ام اس اكس واي وان. خليني اكتب الاكسبريشن، اكسبريشن تساوي ان مضروب في افتح قوس، عندي 3 اكس يعني 3 ضرب اكس مقسوم على 2 ضرب واي. هذا خطأ اللي كتبته. بالنسبة للبسط ما فيش مشكلة، 3 ضرب اكس بين قوسين او بدون قوسين، بس بالمشكلة هون في المقام، 2 ضرب واي اللي في المقام لازم احطها بين قوسين، لانه هيك راح يعتبرها مقسومة على 2 والناتج مضروب في واي. فرجاء هاي النقطة انتبه لها، هاي قوس للمقام، ولو عملت قوس للبسط ما فيش مشكلة، بس لانها ضرب وقسمة والاولوية من اليسار لليمين، فعندها تساوي الاولويات. هذا المقدار كله، هي ايوه بين قوسين، هذا المقدار كله بحكي له اس ان. واذا بدي اتاكد، هاي بريتي لا ايش سميته انا اكسبريشن اي اكس، هاي ان في 3 على 2 في اكس على واي، اللي هي تماما نفس اللي عندنا، 3 على 2 في اكس على واي لكل قوة ان. بدي احكي له جمع لي اياه، جواب 7 رقمه عندنا هون تساوي اس واي ام صم لهذا الاكسبريشن اللي انا سميته اي اكس بالنسبة للعداد ان، والبداية عندي 1 والنهاية انفينيتي. قبل الانتر خلينا ارجعكم هون، ان تساوي 1 للمال النهاية لهذا المقدار، وهاي انتر هذا الاكسبريشن او الناتج اللي او الجواب اللي عندنا هون. هاي بريتي لهذا الجواب، حتى نقدر ننقله على الورقة بشكل مقروء. 6 في x y مقسوم على 3 x ناقص 2 y تربيع في المقام. وخلينا كمان نحل رقم 8، لان هذا دبل سميشن. دبل سميشن ببساطة انه بدك تحسب هذا المجموع بالنسبة للعداد الداخلي اللي هو ام، والناتج اللي بيطلع معاك بدك تحسبه كمجموع بالنسبة للعداد او الرمز كي. فالرموز اللي عندنا هون هي كي و ام اس واي ام اس كي و ام. خلينا نكتب الاكسبريشن، اكسبريشن نمبر 8 اللي هو ناقص 1 اس ام مضروب فيه اللي في البسط ما فيش مشكلة، طالما ما في عندي عمليات جمع او طرح، كلها ضرب، 3 قوة ام ناقص 2 ضرب كي، طبعا اكيد بين قوسين، هذا كله مقسوم على المقدار، المقام في حاصل ضرب، فاذا لازم احطهم بين قوسين، 2 قوة كي مضروب فيه، مضروب الام زي ما حكينا، هي فاصلة عليا، هاي ام، هاي فاكتوريال شفت مع 1، هاي سكر الفاصلة، وهي تسكير القوس تبع المقام. هذا الاكسبريشن في انا مخطئ هون، اللي هي ايش، ناسي اشارة الضرب بعد الناقص 1 قوة ام. لاحظ الماتلاب حكى لي في عندك خطأ في هذا المكان، فارجع لهون، 3 اس، اسف هي 3 اس، انا ناسي اشي هون اللي هي عملية الاسس، مظبوط هيك صار صح ان شاء الله. هيا اوكي الاكسبريشن الان كامل. في عندي اول مجموع خلنا نسميه اس 1، المجموع الاول تساوي اس واي ام صم لهذا الاكسبريشن اللي اسمه اي اكس 8 سميته، بالنسبة للعداد الداخلي اللي هو ام، بيبدأ من الاثنين وبنتهي بالانفينيتي.
قبل الانتر نرجع هون، هاي عداد من ام تساوي 2 لما النهاية لهذا الناتج، هاي انتر، هذا سميته المجموع الاول S1. لاحظ S1 متوقع يكون بدلالة الكي، هيها بدلالة الكي، لانه هذا العداد اللي ظل عندي هون، لان هذا الاكسبريشن اللي نتج عندي بدي اخذ له المجموع من صفر الى ما لا نهاية، فهذا الناتج الان الجواب النهائي، هي جواب يساوي SY M sum امر السميشن في السيمبوليك لهذا الاكسبريشن اللي خزنته او سميته S1 بالنسبة للعداد كي من صفر الى انفينيتي. فهذا الناتج النهائي، وخلينا نعمل بريتي للجواب، 18/17 مضروب في 1 زائد 2 اي قوة 3 على اي قوة 3، بدك تكتبه هيك جائز، بدك تحوله لدبل لعدد عشري لجواب اسمه، بعطيك اياه كناتج عدد 2.1704، هذا ناتج هذا المجموع. لهون راح نوقف، راح نبدا المحاضرة القادمة ان شاء الله بنحكي عن الاقترانات، عن الفانكشنز بشكل عام، وندرس كثير من الخصائص او التطبيقات اللي بنعرفها في الرياضيات. يعطيكم العافية جميعا، السلام عليكم.